إلى أين يسير بلدنا؟ إلى أين يتجه؟ منين كنشوفوا هاد الشباب اللي آمن بالإصلاح وما كانش عدمي وما كانش منعزل عن العمل السياسي وانخرط في واحد الحزب اللي هو حزب وطني وحزب خرج من الرحم ديال المجتمع، حزب لم يصنع على أعين الإدارة، حزب جاء من عمق المعاناة، جاء من الأعماق ولم يفرط في المواطن الذي وضع فيه هذه الثقة للحظة واحدة. جاءوا انتموا لهذا الحزب أملا في مغرب الحرية، أملا في مغرب الكرامة، أملا في مغرب الديمقراطية. مشى في هذا الطريق، أنا لست هنا لأثبط من عزائمهم، ولكن أقول بأننا سائرون على هذا الطريق مهما كانت الكلفة ومهما كان الثمن. نحن مستعدون أن نقدم مهجنا فداء لوطننا، فداء لدولتنا، فداء لثوابتنا، فداء لحزبنا، فداء لشعبنا الوفي الكريم الذي ما فتئ يغمرنا بعطفه، يغمرنا بفضله ويشجعنا دائما لكي نستمر. فنحن قدر لنا أن نكون في الصف الأمامي وفي الصفوف الأمامية من أجل أن ندافع عنه. آمنا بالثوابت ودافعنا عنها حقيقة لا ادعاء، حقيقة لا ادعاء. نحن الحزب الذي يرفع شعار الله، الوطن، الملك، حقيقة لا ادعاء. نحن الحزب الذي مستعد أن يدافع عن ثوابت الدولة لا خوفا ولا طمعا بل اقتناعا. اقتنعنا بهذا البلد كما اقتنعنا بأنفسنا وكما اقتنعنا بمعتقداتنا. احنا مستعدين، والشبيبة رهن إشارتكم من أجل أن تدافع ديمقراطيا لكي لا يقال أننا نفرخ ناس مستعدون أن يفعلوا بالوطن أي شيء. نحن مسارنا معروف، والتاريخ الذي بصمتموه أنتم معروف، لن أطيل عليكم. هؤلاء الشباب استعد إله، واسمح لي في لحظة قررت أن أقول هذا الكلام في هذا الجمع. زرته في بيته وسألني السعديلة من كيران سؤالا، قال لي البقرعي وش أنا كنحرض الشباب؟ قال لي وش أنا كنحرض الشباب؟ سولته قلت له السعديلة شكون اللي قال لك كتحرض الشباب؟ فلم يجيبني ففهمت. الآن أعلن هنا بأن السعديلة من كيران هو من يحرض الشباب، يحرضهم على الاقتناع بثوابت هذا البلد، على حب الله وعلى حب الوطن وعلى حب الملك. فهنيئا لك بتحريضنا على هذا الحب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية للأخ الكاتب الوطني لشبيبة العدالة والتنمية، الصوت الشبابي المعبر عن صوت الشباب. نمر إلى رجل آخر من الرجالات الحاضرة معنا، المفكر والسياسي الدكتور سعد الدين العثماني، رئيس المجلس الوطني ورئيس الحكومة المغربية، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه. الأخ الأمين العام، الأخ الكاتب الوطني لشبيبة العدالة والتنمية، الأخوات والإخوة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا سعيد بالحضور في هذا العرس الشبابي السنوي، ملتقى شبيبة العدالة والتنمية. يمكن نقول بأن شبيبة العدالة والتنمية أضحت مدرسة تخرج منها اليوم عدد من الكفاءات والأطر التي سياسية بطبيعة الحال، مدرسة سياسية بامتياز كما حزب عدالة والتنمية. اليوم العديد من الناس الذين يناضلون
أخوات وإخوان يناضلون على مستويات متعددة، سواء كانوا برلمانيين أو مستشارين جماعيين أو رؤساء بلديات وجماعات أو وزراء الخلفية، كانوا في شبيبة العدالة والتنمية هناك تعلموا جزءا من كفاءتهم، من قدراتهم، من حبهم لوطنهم، من قدرتهم على العمل وعلى العطاء. فهنيئا لشبيبة العدالة والتنمية على ما أنجزت وعلى ما قامت به. كنت منه دائما تستمر في نفس السياق. أنا كنحيي الإخوان لأن داروا هذا الشعار ديال الديمقراطية أولا. نحييهم على هذا الشعار لأن الديمقراطية هي جزء من التوابت التي شجلها الدستور، ولكن أيضا من الأمور التي دافع عنها حزب العدالة والتنمية منذ كان وسيبقى مدافعا عنها. سيبقى مدافعا عنها لأن ما عندناش خيار آخر إلا الخيار الديمقراطي. لا فلاح لا نجاح للإصلاحات إلا بتثبيت الخيار الديمقراطي والاستمرار في هذا الخيار الديمقراطي على الرغم من الصعوبات. ما كاينش نضال إلا وفيه صعوبات، ما كاينش نضال إلا وفيه ثمن لهذا النضال، ما كاينش نضال بارد، النضال دائما فيه كلفة. صحيح من البداية من وقت الإنسان من جهده من ماله المناضل كيضحي وكيعطي، وكان يبغينا أعضاء حزب عدالة والتنمية وهكذا عاهدناهم، وهكذا أردنا أعضاء شبيبة العدالة والتنمية وهكذا عاهدناهم، وهكذا أردناهم أن نستمر في هذا النضال وفي هذا العطاء. وبطبيعة الحال هذا الطريق ديال النضال فيه مطبات، فيه إشكالات، فيه عراقيل. لا بد الإصرار ضمن النضال، الإصرار على النضال أن نشفعه بالصبر على تكلفة هذا النضال. فيه إصرار ولكن فيه الصبر على التكلفة اللي أحيانا تكون صعبة، ولكن هذا هو الطريق ديال هذا النضال. وقد مضى قبلنا مناضلون، أذكر هنا الدكتور عبد الكريم الخطيب الله يرحمه، وكان من أواخر وصيته هو اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. هذه هي الوصية الكبرى، يعني أن يبقى هذا الحزب بقياداته جميعا سواء كانوا في البرلمان أو كانوا في الحكومة أو خارج الحكومة بقرارات الصعبة اللي كانت تاخدها، تبقى هذا الحزب متماسكا قويا في بنائه الداخلي في لحمة أعضائه، ولا يفرط في هذا الوحدة أبدا ولا في هذا التماسك. وإحنا دافعنا على هذا المبدأ جميعا وخصنا نبقوا على هذا المبدأ. يجب أن لا نستجيب الدعوات التي تحاول أن تشوش على ثقة حزب العدالة والتنمية في أبناته وأبنائه، أن لا تستفزنا الدعوات التي تحاول أن تشكك في مسار حزب العدالة وفي مسار قيادة حزب ووحدة قيادة وقواعد حزب العدالة والتنمية. إلى أخذنا بهذا المبدأ، إلى تشبتنا به، جميع الصعوبات الأخرى، جميع الكيد الذي يمكن أن يكاد هذا طبيعي في مسار حياة سياسية أن يكون هناك مناوئون مشوشون ضاغطون، أن تكون هناك حملات تشويه وتشويش وأكاذيب، وهو جزء مما نراه هذه الأيام. وأنا دائما أقول 80% من الأخبار اللي كتنشر بزاف هذه الأيام 80% إما مضخمة وإما غير صحيحة مختلقة. فلذلك إحنا خصنا يكون عندنا اليقظة والوعي. هذا الكلام قلت واحد واحد يومين وكتبوا شي وحدين، سعد الدين العثماني يعيد ويكرر أسطورة العفاريت والتماسيح. قولي لنا شكون هذو اللي كيعرق لكم؟ كتبوا هذا البارح في بعض المواقع، وأنا أريد أن أرد على لأن هذا مهم الصحفيين. نحن نعرف أن كثير من القوانين والإصلاحات تعرقلت بسبب أنها طولت في مجلس البرلمان. ياك الآن عندنا قانون ديال التغطية الصحية للوالدين سنة وهو في مجلس المستشارين، سنة 20 شهر وهو في البرلمان، وشد الإصلاح اللي فيه سطر واحد.
لكي يزيد الوالدين في ذوي الحقوق الذين يستفيدون من التغطية الصحية. هذا السطر وحده خصوه 20 شهر بزاف. إذا هناك من يعرقل، وحنا خصنا نقولوها بصراحة. فهذا العرقلة يجب، ولكن هذا جزء من هذه الكلفة ديال عملية الإصلاح. وأريد أن أقول، وأنا ما غادي نطولش، الحكومة ملتزمة بالاستمرار في الإصلاحات التي بدأتها الحكومة السابقة وتطويرها وزيادة إصلاحات أخرى عليها. غادي نعلو على حصيلة 100 يوم الأولى، وغيتشوف إن شاء الله بأنها مشرفة، وسمعنا عنها في القريب إن شاء الله. ولن نتراجع عن تلك الإصلاحات مهما كان، وهذا هو المسار ديال الحكومة، لأن هي حكومة يرأسها حزب العدالة والتنمية، كما أن الحكومة السابقة كان يرأسها حزب العدالة والتنمية، وهذا هو الدعم ديالها. ولن نفرط في المسار الاجتماعي ديال الحكومة السابقة التي تنظر إلى الفئات الاجتماعية الهشة والفقيرة والمتوسطة والمحتاجة. سنواصل تلك الإصلاحات، وراه بدينا بالتغطية الصحية للمستقلين والمهن الحرة، هذا خرج لأنه قانون كان قبل. وأشكر جميع البرلمانيين اللي تعبؤوا مع الحكومة باش يخرج هذا القانون، واللي خرج نشر في الجريدة الرسمية. الآن قانون ديال التقاعد ديال المهن الحرة اللي غادي يدخل 10 مليون من مستفيدين وذوي الحقوق إلى دورة ديال التغطية الصحية قريب إن شاء الله. هذا جزء من الإصلاحات اللي جابت الحكومة السابقة، واللي خدمنا واشتغلنا مع البرلمانيين باش نخرجوهم، وجاية إصلاحات أخرى. ونتمناو على البرلمانيين يخرجوا لنا هذاك ديال الوالدين، لأن كثير من الناس كانوا ينتظروا هادشي، وما يتسماش بأن البعض راه مسخوط الوالدين. هذا خص الناس يخرجوه في 24 ساعة، لأن الهيئات المكلفة بالتدبير اللي هي اللي غادي تدبر تبقى موجودة. وإذا شنو كاين غير يدوزوه ويصوتوا عليه فقط. وأخرجنا المنحة ديال الطلبة ديال المكونين التكوين المهني لأول مرة في تاريخ المغرب، هذه السنة لأول مرة طلبة ديال التكوين المهني، المكونين التكوين المهني اللي عندهم بكالوريا غادي تكون عندهم المنحة 400 مليون درهم سنويا. وجاية إصلاحات أخرى سنعلنها في القريب إن شاء الله، بعضها بدأ، وإصلاحات إدارية مهمة جدا وشجاعة ستسهل على المواطنين الولوج إلى الإدارة. هاد كل شيء باش نقول إحنا مستمرون في نفس النهج، وغادي نستمروا في الإصلاحات، وغادي نزيدوا عليها بطبيعة الإصلاحات الأخرى. طيب حال هناك استراتيجيات اللي بدأت قبل أو اللي تصدق عليها أو لطور الإعداد سنتمها وسنستمر فيها، وخصوصا استراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد اللي هي استراتيجية مهمة لغاية تحاول تخفف من هذا البعبوع ديال الفساد التي تعاني منه الإدارة والمقاولة والقطاع الخاص والمواطن والتجرجير وغيره. هذا ورش أيضا سنعطيه كل العناية وكل الاهتمام باش يمكن نصحه. إذن ثقوا بأن هذه الحكومة هي حكومة إصلاحات كما كانت الحكومة السابقة، وبطبيعة الحال أنتم ستأتون بعد فترة لتقيموا عمل هذه الحكومة، وغادي نجيو ونشفع الناس من السفر اللي غادي يجي، وغادي يجي السي عبد العزيز الباح، وربما سيأتي إخوان آخرون اللي هو وزراء باش نقشهم وتعطيهم أفكار. بطبيعة الحال إحنا دائما مفتوحون، درنا لقاءات مع برلماني، درنا لقاءات مع جمعية المجتمع المدني، درنا لقاءات مع المقاولات، مع مهنيين، وسنقوم بإجراء لقاءات مع شرائح واسعة كي ننصت، ونحن مستعدون للإنصات الجميع. نحن لا يفزعنا وما كيخوفناش يجيوا الناس لا يحتجوا ولا ينتقدوا ولا يعطوا مقترحات ولا يعطوا ملاحظات ولا يقيمونا، بالعكس كنعتبر هذا الشيء إيجابي، لأنه يسلط الضوء على نقاط الضعف أو نقاط الخلل أو نقاط المسائل اللي خصنا نطورها. أي مشكل يجب أن يكون هناك تفاعل، ولذلك خرجنا المرسوم ديال العرائد لتطبيق قانون العرائد اللي كانت صدق عليه. خرجنا هذا المرسوم باش يبدا التطبيق ديال إمكانيات أن المواطنين يكتبوا العرائد في الشأن العام المحلي أو الإقليمي أو الجهوي أو الوطني، باش يمكن يطلبوا شي حاجة. والسي
سي الخلفي غير هذه يومين كان في بعض الدوار ولقى شباب فعلا قدموا بعرائض لتحقيق مصالح معينه في جماعته، وتلقات هذه العرائض من قبل الجهات المعنيه، وهناك تفاعل باش يمكن داك المطالب ديالهم تلبه في القريب. هذه واحد الوسيله ديمقراطيه للتعبير عن الراي وللمطالبه بطريقه سلميه وبطريقه منظمه بطريقه ديمقراطيه بطريقه حضاريه، ولكن بطريقه تحفظ للمواطن ايضا كرامته وتلبي طلباته. إن على العهد ان شاء الله، وغادي نجيو في هذا المسار اوفياء لهذا الشعار نفسه، الديمقراطيه اولا والدفاع عن المسار الديمقراطي لبلادنا. بطبيعه الحال لا يمكن هنا الا احيي الخطوه ديال العفو ديال جلاله الملك على الشباب الذين يستحقون فعلا اطلاق سراحهم. كنحييهم جميعا على الصبر ديالهم، على الصمود ديالهم، على النضال ديالهم. نطلبوا منهم يستمروا في هذا الشيء، يستمروا وينساوا هذه صفحه طويت، لان الانسان السياسي طبيعي ان يتعرض في حياته لبعض الاشكالات مثل هذه، ولكن كيعتبرها ضريبه، جزء من ضريبه النضال، جزء من ضريبه الطريق، جزء من ضريبه العمل. السي عبد الاله كيتذكر انه كانت الاعتقالات ديال 81 82 كنا جمعونا في دار مولاي الشريف واحد شي اشهر معدوده، فاش خرجنا من بعد فاش جات هيئه الانصاف والمصالحه كنا كنتذكروا واش نقدموا الملف ديال لا ما نقدموه. قلنا حنا داك الشيء درناه في سبيل الله اولا وفي سبيل الوطن. هذاك النضال لاش انا لا اطالب لا بان يعرفني الاخرون ولا ان يعترفوا بذلك النضال ولا ان يسجل ولا ان تكون هناك تعويضات. انا هذا الشيء ما كنقلبوش عليه، لان المهم ديالنا هو ننجحوا في اقرار في الاسهام في عمليه الاصلاح، هذا هو المهم. واظن بان حزب عداله وثمانيه نجح في ان يكون مساهما في عمليه الاصلاح حالا ومستقبلا، وسنستمر ان شاء الله وعلى العهد ماضون باذن الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. تحيه للاخ رئيس المجلس الوطني ورئيس الحكومه المغربيه الدكتور سعد الدين العثماني. قد تخونني الكلمات ولكني جعلت مصدر القلب واكيد ستقع بالقلب. يحضر معنا اليوم رجل من رجالات المغرب، رجل سجل اسمه في سجل السياسة بمداد من الفخر والاعتزاز، رجل ملك قلوب وعقول كل المغاربة، رجل لا يمكننا إلا أن نقف له إجلالا لما قدمه لهذا الوطن، رجل أعاد للسياسة لونها منذ أن ترأس الحكومة المغربية بعد دستور 2011 بعد أن فقد المغاربة ثقتهم في السياسة والسياسيين، رجل طبع مساره السياسي والنضالي بمواقفه الجريئة والحاسمة والمتصدية للفساد والاستبداد والمناصرة للضعفاء والمستضعفين. إنه الأستاذ عبد الإله بن كيلان، رائد من رواد الحركة الإسلامية، المتشبث والمدافع عن الثوابت الوطنية، الحامل لشعار مصلحة الوطن فوق كل اعتبار، الذي صمد وتصدى لكل أشكال الردة والتحكم. فليتفضل مشكورا. الحمد لله، سنواصل الدفاع.
وراء انتم اللي عيطتوا عليا باش نجي من الرباط برا، بقيت مرتاح في الرباط. وادي وادي شكرا شكرا الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وآله وصحبه ونواله. معاشر الإخوة الكرام والأخوات الكريمات أعضاء شبيبة العدالة والتنمية والمتعاطفين معهم والحضور الكريم. أنا متأثر أولا أريد أن أعترف بعد الفضل لله تعالى أن أعترف بفضل شبيبة العدالة والتنمية على حزب العدالة والتنمية وعلى المجتمع المغربي. هذا اللقاء الثالث عشر ديالكم اللي عقدتوه بكل إصرار سنة بعد سنة، تكونون الشباب، تحيون المبادئ والقيم، تسافرون من مدنكم البعيدة في بعض الأحيان بظروف صعبة في بعض الأحيان، درجة أنني أتذكر أنه ربما قبل سنة أو سنتين قام الشاب ونحن في أكادير وقال لي أنا السعد إلا جيت لك نطرع على رجلية جوج ديال الدراجات، بمعنى أن الشباب اللي جاوا ما جايبهمش السهولة أو المتعة أو الوليمة أو الاسترزاق أو أي هدف غير صحيح، جايبهم المحبة الله، المحبة ديال الوطن، المحبة ديال المواطنين، الرغبة في التعرف على المعالم ديال الطريق اللي من خلاله يمكن لهم يجعلوا العمر ديالهم في خدمة هذا الوطن وهذا الشعب حتى يرتفع رأسه عاليا. وغادي نذكر واحد اجتماع، واحد لقاء، المهرجان خاص كان في المدينة ديال التشيرة، وكان انطلاقة في الحقيقة للمرحلة الثانية من المسار ديال حزب العدالة والتنمية ديال الشبيبة، بحيث كانت وحدة من المؤامرات التي لم تتوقف إلى اليوم من أجل إضعاف حزب العدالة والتنمية وإظهاره في كل مرة بأنه خصم إما للمجتمع وإما للديمقراطية وإما للحرية الفردية وإما للمرأة وإما لأي شيء من هذه الشعارات. وكانوا الخصوم ديالنا
الظاهرون والمستترون، والمستترون خصوصا العفاريت يتحركون ولا يراهم أحد. التماسيح يختطفون الفريسة ويغوصون في عمق الأنهار والبرك فلا سبيل لكي تجدهم. ويا ليتني كنت مخطئا ولم يكن في بلدنا عفاريت ولا تماسيح، ولكن يبدو أن هنالك أشياء أخرى بالإضافة إلى هذه الأنواع. هذاك الأمسية في التشيرة اللي مشيت لها نحضر لها كلقاء عاد، كانت عشية واحد نهار 8 مارس كنظن 2015 يا قسم الله، وكانوا دبروا واحد المسيرة قالوا داروها ضدي لأنني عملت شي تصريح في البرلمان بغوا يعتبروه ضد المرأة، ومشاو تيجمعوا عاوتاني النساء كل وحدة بسبب وجايبينهم الرباط. كان داك الشي نهار الحد وجاب الله هذاك اللقاء، كان مقرر من قبل ما عارفين شحال هذا الشي، الله يشهد، ديال التشيرة حضر فيه جمهور عريض كبير على الأقل أكثر من 10,000. والراجح كما يذكرني الأخ سي البقرعي أن كان فيه 20,000، وتأثرت وتكلمت مع الناس، وكان جاء من بعد الموت ديال السي عبد الله بها بشهور والناس متأثرين متأثرين بكل ما يقع للعدالة والتنمية، متأثرين بالخطاب دياله، متأثرين بما يبلغهم عنه من صدق المسار. فكانت هذيك داك المهرجان اللي حضروا ليه النساء والرجال المواطنين العاديين ماشي الشبيبة وحدها، كان ردا ميسرا من قبل الله، وما يخلعنيش شي واحد يبقى يقول لي كتخلط الدين بالسياسة. أنا مسلم وكنعرف غير الله، وما كيجيب الله ما كيكون النصر إلا من عند الله، ومهما حاولوا النصر في المستقبل ما غادي يكون إلا من عند الله، ولا بقينا متشبتين بالله وبترك الله غادي ينصرنا الله مرة أخرى. جات هذيك جا هذاك المهرجان ديال مارس 2015 وضرب هذيك المسيرة في صفر، لأنهم ما قدوش يجمعوا رغم أنهم أعطوا الفلوس شهادة مسؤولين في الدولة، أعطوا الفلوس للناس باش يجيو في الكرام الخصوم ديالنا. رغم ذلك الناس اللي حضروا لديك المسيرة كانوا الناس اللي حضروا لديك التجمع كانوا أكثر من الناس اللي حضروا لديك المسيرة، كان تجمع ناجح وكان هو الانطلاقة الثانية اللي جاب النتائج ديال 2015 ديال 2016. ولهذا الإخوان في الظروف اللي هي عصيبة، خلوني نكون معكم صريح واضح، ما نقدرش نجي نوقف قدامكم اليوم ونتكلم معكم بحال ما كاين والو، لا يمكنش. كاين أشياء مؤسفة، كاين أشياء مؤلمة، كاين أشياء فعاد جلالة الملك الخطاب كان قاسي على الأحزاب السياسية وعلى الإدارة وعلى عدد من الفاعلين في المجتمع. ما يمكنش الشعب عنده الحياة وعنده
الغيرة وعنده الكرامة يسمع بحال هذا الكلام وما يوقفش يطرح الأسئلة اللي كيخصها تطرح واللي خص كل واحد كيحترم نفسه يطرحها على نفسه ويشوف واش هادشي صحيح اللي تقال ولا ماشي صحيح، واش كيهمني ولا ما كيهمنيش، شحال كيهمني منو شحال ما كيهمنيش. ماشي سهل خصوصا اننا حتى الا بغينا ننساو الماضي كنقولوا بغينا نبداو من جديد. علاش من اساس غنبداو من جديد؟ شنو هي القواعد اللي خصنا نثبتوها باش ننطلقوا ان شاء الله الرحمن الرحيم من جديد مع الملك ديالنا دائما؟ ما كاين حتى شي حاجه اللي غدار في هذه البلاد فيها المصلحه بلا ما تكون بالقياده ديال محمد السادس نصره الله. الصوره واضحه واش داير في الدار عشان القضيه تكون واضحه واخا يغوت علينا معليش وملك ديالنا خصنا نسمعوا الكلام ماشي نبتهجوا به. انا ضد الابتهاج بالكلام القاسي هذه. يلاه شي واحد لا كان خصو شي طبيب ديال العقليه بحال السي سعد اللي ياكل العصا ويبدا يفرح. لا الكلام القاسي كلام قاسي، المؤاخذه مؤاخذه والثناء ثناء. ولكن الكلام القاسي يمكن لك تاخذه بطريقه ايجابيه. هو في الحقيقه فرصه باش الانسان يفكر ويشوف راسو شنو كاين في هذه البلاد وشكون المسؤول عليها حتى وصلنا لهذه الحاله. شنو الاخطاء اللي عملنا وشنو خصنا نعملو باش المستقبل ما نعاودوش نكونوا مضطرين نسمعوا هذا الكلام ولا بحال ولا كلام اكثر من هذا. هو المعقول. ولهذا انا بغيت الاخوان اليوم ما بغيش انا نتكلم عن الاحزاب الاخرى. الاحزاب الاخرى الى جابتها الظروف فقط في التداخل ديالها مع المسار ديالنا. ولكن بغي نذكركم بنتوما شكون وشنو درتيو وشنو هي شنو هو الخلل، شنو هي الايجابيات اللي كانت في المسار ديالكم وشنو هو الخلل اللي كاين. وانا غادي نقول لكم مجرد الاجتماع ديالكم اليوم في هذا الوقت اللي الناس كيطرحوا الاسئله على العمل السياسي والاحزاب السياسيه والشبيبات ديال الاحزاب السياسيه بهذه الكثافه، في هذه الحراره، ولكن في هذه المدينه الطيبه المباركه، هو دليل على ان حزب العداله والتنميه حزب ما كيجتمعش فقط باش يدير المؤتمرات ديالو. حزب كيخدم كيجتهد ما تيحققش معجزات ربما ولكن ما تيقصرش نجهدو. وعنده منظمات المحترمه وعلى راس هذه المنظمات بكل صراحه وبدون مجامله منظمه شبيبه العداله والتنميه. انا الاخوان بغيت نقول لكم بانه هاد اللحظه ديال المراجعه بالنسبه الي ان انا ما علقتش على الخطاب ديال جاتو وما معلقش عليه. انا خديتو كنت كنشوف ونميز ونقاد شنو غنقول. ورجعت اسائل نفسي والآن أسائلكم، هل هذا الذي نحن فيه وش حاجة شاذة معقولة قوية أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها؟
باقي الشجرة ديال العدالة والتنمية لم تصبح عقيما، وباقي قدامها المستقبل، وباقي خاصها تعطي رجال ورجال على مدى أجيال وأجيال حتى نشوفوا المغرب ونكونوا كنعتزوا ونفتخروا به في الداخل وفي الخارج، ونكونوا كنشعروا بأنه بلد فيه الإصلاح يغلب على الفساد، وفيه ديمقراطية تغلب الاستبداد. ولهذا وأنا كنفكر فيكم وفي اللقاء ديالكم جاني البال نبدا الكلمة ديالي واحد شوية ديال المزاح المؤلم، من نقول لكم وليداتي خسرتي والعدالة والتنمية بقيتيو فيا. ماشي غير الجو اللي سخون، حتى الماء سخون، هادو ما بقاوش كيميزو بين فاس ومول يعقوب. كنت كنشوف واش حنا الاخوان الله يشهد التاريخ يشهد، وهنا معكم شهود كثيرون اللي عاشوا معنا المراحل كلها، اللي كانت الأعمار ديالنا حوالي 20 فاش بدينا، ما كانش في البال ساعتها لا حكومة، لا كان في البال الرغبة التمسك بالدين، الرغبة في الدفاع على الدين وإصلاح المجتمع بهذا المنطق، ولكن خارج المؤسسات لم نكن نعترف بشيء، وإذا كان لا دع الجمل المزال الحمد لله كاس عندهم العقوة عندهم تصفر. الله يخلف عليك شرب غافي الجنة إن شاء الله. تلكم الإخوان نو فكنا شباب أفكار ذلك الوقت يمكن نكون كانت غلطة، على كل حال يقين كانت فيها أخطاء، ولكن كنا شباب اللي جمعنا وكبير هو المحبة الله والرسول صلى الله عليه وسلم والتمسك بالدين بالقرآن الكريم بالحديث الرسول صلى الله عليه وسلم والبحث هذاك الشيء والتعلم ديالو، وقبطنا الطريق ديالنا وقبطنا المسار ديالنا ومشينا سنوات، وخلال المسار ديالنا وخلال ذاك الشيء اللي قال الدكتور سعد الدين العثماني راجعنا وقعت لنا أخطاء، مشينا للسجن مرة الأولى والثانية والثالثة، ولو الحمد لله كان داك الشيء مخفف كان الحمد لله وكنشكروه، ومشينا للسجن وراجعنا وصححنا المسار ديالنا ورجعنا وقلنا واه حنا يا غير مغاربة مع المغاربة كاملين، علاش اللي ما ندخلوش للحياة السياسية ونساهموا حتى حنا على قدر المستطاع، ودخلنا وما بغاش ما بغاتش الدولة تعترف بينا كحزب سياسي نهائيا. صفت لي السي عمر بن شمسي رسالة كيقول لي ما يمكنش الاعتراف بهذا الحزب، ولقينا الباب الكبير ديال الدكتور عبد الكريم الخطيب رحمه الله ودخلنا من خلاله، والقلب الكبير ديالو والمنزل الكبير ديالو ودخلنا من خلاله، ودرنا المسار ديالنا من 92 وعملنا المؤتمر الاستثنائي ديالنا في 96 ومشينا للبرلمان لأول مرة في 97، وبداو الناس كيشوفوا واحد النوع آخر ديال النواب البرلمانيين كيدافعوا على المبادئ على العقيدة
على المصالح العامة ديال المواطنين كي يسمعوا الأخبار ديالهم لأنهم ناس مزيانين ناس معقولين وبقى المسار غادي بحال هكذا. ألفين وجوج تعودات الانتخابات انتقلنا من 14 ل 42 علاش؟ حيت فشلنا حيت بان باللي حنايا ناس ديال الريع حيت بان باللي حنايا ناس كنتبندوا فقط ملي كتكون يعني المكاسب. لا ما يمكن الناس ما صوتوا علينا الا لانهم شافوا باللي كاين علاش يصوتوا علينا. انتقلنا من 14 ل 42 طبعا كنعترفوا بانه اللي ضمن لنا باش تخرج النتائج الحقيقيه. وهذا الكلام تنقول لكم كمسؤول سياسي كنقول لكم كتحمل فيه مسؤوليتي هو جلاله الملك لانه كنا حديثي عهد بالمرحله السابقه اللي كل شيء كيعرف انه النتائج كانت فيها كتبدل وكتغير. جلاله الملك ما بغاش. كان هنالك من يقول نخرجوا النتائج الحقيقيه وكان هنالك من يقول لا نبدلوها. لا جلاله الملك ما بغاش خرجوا النتائج الحقيقيه. جزاه الله خيرا. بداو الناس اللي باغيني يعني كيقراو البرا من ظهرها كيخافوا على المصالح الغير المشروعه اللي عندهم يحاولوا باش يلقاو شي فرصه باش يتخلصوا من هذا الوليد الجديد اللي انتقل من 14 ل 42 وجات الاحداث ديال 2003 مع الاسف ديال 16 ماي في الدار البيضاء وقالوا هذه هي الفرصه باش نحلوا حزب العداله والتنميه ونتهناو من هذا المشكل نهائيا. ولكن مره اخرى والفضل بعد الله سبحانه وتعالى كيرجع لمحمد السادس باش نقولها بكل صراحه كنت كنقولها انا واني هو راه قالها في بلاغ ديال الديوان الملكي اللي قال كان واحد الوقت كانوا الناس كيطلبوا بالحل ديال هذا الحزب وهو رفض باش يتحل حزب العداله والتنميه واخذ علينا امور ما فيها باس. حنا ما عمرنا قلنا باللي حنايا كاملين بارفي ومازال يمكن يكون فينا امور واخده علينا حتى دابا ما كاين حتى مشكل. حنا كنتقبلوا المؤاخذات ديال جلاله الملك وكناخذوها ايجابيا ولا كانت شي حاجه ماشي هي هذيك كنصبروا عليها حتى كدوز. هذه هي التعامل ديالنا مع الملك ديالنا. حنا الملك ديالنا ماشي رئيس دوله جبناها بالانتخابات. الملك ديالنا رئيس دوله جاب البيعه وجاب التاريخ وجاب الدين هو امير المؤمنين. وحنا عندنا قناعه باللي المغرب يا غيكون بالملكيه يا ما غيكونش. خلوني نكون معكم صريح نكون معكم واضح ما قبلتوش مني هذا الكلام قولوا لي سير بحال كاستاذ الاله. ولهذا بغي نقول لكم الاخوان انه في 2003 هذا الشيء اللي وقع ولكن في 2003 اللي جات الانتخابات المحليه وقعت علينا ضغوط باش ما نترشحوش في واحد العدد ديال المناطق وتنازلنا وما ترشحناش. وشنو كانت النتيجه في 2007؟ الناس اللي مشاو التصويت ما كانوش كيتجاوزوا 37%. والله يرحم السي عبد الله بها قال لنا ديك الساعه التحليل ديالو المجتمع المغربي قال لهاد الناس اللي قالوا باللي حنا قادين على البلاد بلا بكم راكم ما قادينش ما قادينش ديروا شويه ديال المناورات وشويه ديال المقالب ممكن لكن تحركوا المجتمع والجمهور في الاتجاه الصحيح باش يصوت بالاغلبيه ما قادينش. من جهه اخرى قال لنا انتوما العداله والتنميه ناس مزيانين واني ما في يديكمش. ولهذا كانت عندنا 42 عاود عطانا 46 ها
هذه هي الحقيقة. الله يرحم السي عبد الله بها. حتى جات جاء المؤتمر اللي اختاريتوني في أمين عام ديالكم، وقامت القوى المعروفة لتكوين حزب ليهيمن على الحياة السياسية بدعوى أنه يريد أن يصلحها، ولكن في الحقيقة غواية الهيمنة والتحكم حالت دون أن يقوم بأي إصلاح، ولكن قام بإفساد الحياة السياسية. ونحت حنايا وتواجهنا معهم باللي جاب الله. عرفتي شحال من مرة صدروا فيا بيان وهدوني باش يديوني للمحاكمة والسجن؟ كتذكروا هذا الشيء؟ ولكن احنا ماشي تنعشقوا السجون، احنا تنفضلوا البيوت ديالنا الحمد لله عليها. وين اللي كتبها الله؟ زعما احنا احسن من كل شيء الناس اللي يدخلوا للحبس في العالم. العالم دائما اصحاب الافكار كيجي واحد الوقت كيخلصوا، ولا اقتضى الامر باش نخلصوا بطريقه مختلفه على اللي كنخلصوا بها دابا. احنا مستعدين، ما كاينش حزب سياسي حقيقي داير لاسيرونس توريست باش عمره ما يوقع له حتى شي حاجه. وبصفه عامه اللي كيدخل السياسه دائما تيبقى معرض، وراه كاين الناس اللي ما كانوش حتى معارضين ولكن اداو الثمن حتى من الارواح ديالهم. السياسه هي هذه، وحزب العداله والتنميه اليوم والبارح ما كيلعبش. ما صنعتناش الاداره، ما صنعتناش جهه اجنبيه، ما عمر شي واحد عطانا شي فرنك، لا شي واحد عطانا شي فرنك يعلنها باش نكونوا بحال اللي قال الدكتور كنا كنجبدوا من جيبنا. اليوم الحمد لله الحزب محتاج وباقي والله العلي العظيم، الا ملي عفاني جلالة الملك صوبت الشيك وخلصت 3 شهور اللي كان باقي كيتسرني الحزب. عطيتها اليوم لا انا لا الاخوان كلهم سولهم واش كاين شي واحد اللي ما كيخلصش داكشي اللي عليه 30,000 درهم. قال لك تيعطيوني واحد التعويض حيت انا امين عام ديالكم، تيعطيوني 5,000 درهم وكياخذوا لي 1,000,000 حيت انا رئيس الحكومه. هذا هو الشغل تاع هذا الساعه. دابا تهنينا الحمد لله وما كنعطيهم والو. اش نعاود نعطيهم عاوتاني؟ اعيد. صافي واه اعيد فضيحة. جري رياح بما لا تشتهي السفن. جات 2009 الحزب اللي تكون في 2008 حصد الانتخابات الجماعية ودى المرتبة الأولى في كل شيء وترأس المدن والقرى والجهات. كي دار؟ طيب 2009 تعافرنا، دينا شي بركة، دينا واحد 50 جماعة. دينا واحد 1,500 مستشار. 2010 2011 جاء الطوفان الذي ذهب برؤوس ما كنا نظن أنها ستتزعزع من مكانها. كنا كنشوفوا ذوك الرؤساء وكنتخلعوا حنا في بلادنا. والله ما تسالوني حلف الإخوان فين ما كنت غادي في الاتجاه ديال الشرق، ودرت الطائرة إسكال في تونس وقت زين العابدين بن علي كنت كنتخلع وكنوض كنتوضى وكنصلي الظهر والعصر
في الطيارة لأن كنخرجوا من هنا مع ديك العشرة ولا الحداش، كنقول باش إلا جاو يهبطوني ما نلقاش مشكل في الصلاة بعدا في الظهر العصر المغرب العشاء يحن فيهم الله. الله يشهد. القدافي كنا غير كنشوفوا في التلفزيون كنتخلعوا ما عرفناش وغا يدير لينا كاع وإلى آخره. طار كلشي داكشي وتقرب لك العالم وجاب الله باش نردوا التحية على سيدنا. هو اللي رفض باش يحلنا في 2003 احنا قلنا والله يشهد ما كاين غير الوقوف الى جانب الدولة والمملكة وصاحب الجلالة. وقفنا. كاين شي واحد اللي تقدر ينكر هذا الشيء في التاريخ؟ طلب مني شي واحد كان تحدى هذا اللي جاء يطلب مني باش نهبط ولا نتكلم يجي يهبط يقول لي يا سعد الى انا اللي طلبت منك تهبط ولا تتكلم ولا انا اللي اعطيتك شي 1000 درهم ولا 10000 درهم ولا مليون درهم ولا اكثر ولا اقل باش تركب في الطوموبيل ديالك وتمشي تتكلم. مشينا لريوسنا مشينا للاماكن والمناطق اللي عيطات علينا وشرحنا ووضحنا. وديك الساعات الشباب خارجين حوالي 50 مدينة ولكن احنا رفضنا باش ندخلوا لان علاش ما يمكنش ندخل انا واخا تكون المطالب ديالهم حسنة او نيتها حسنة وما كاينش الوضوح ما عارفش شكون ما يمكنش وما يمكنش نغامر بالملكية ديالي. إذا كان شي حاجة في خاصة الإصلاح يمكن لي نصلحها في المستقبل. إذا ضيعت الأسس اللي قيمة عليها البلاد غلق الضباب وهذا لا أقبل أن يكون أبدا. أسمع الشعب المغربي الخطاب ديالنا واخا كنا كنمشيو كنتلاقاو مراكش تلاقينا في واحد الدار بلدية فيها واحد 100 ولا 200 ديال الناس. سيدي قاسم مشينا لواحد الساحة بحال السوق. المدن الأخرى كلها هي اللي كنا كنمشيو لها يعني كان العدد قليل ولكن كان الكلام كيتبت في اليوتيوب والناس كيسمعوا داك الشيء سمعوا هذا الكلام. طبعا الحال بعد انطلاق 20 فبراير في 9 مارس ما كملش 20 يوم جاء الملك عمل الخطاب ديالو التاريخي اللي غير الوجه ديال المغرب واللي تجاوبنا معاه واللي صفقنا عليه وحنا استمرينا في الحملة ديالنا الإعلامية وساهمنا في القضية ديال الدستور وجد الانتخابات وديك الساعة ظهرت الحقيقة. الحزب المعلوم ما بقاش الأول وما جاش الثاني وما جاش الثالث وما عرفتوش كيفاش تدار تجا الرابع. هذه هي الحقيقة. هذا الحزب اللي ادعى انه جا باش يصلح الحياة السياسية هربوا الزعماء ديالو بحال اللي هربوا مرة اخرى من اللي وقع المشكل ديال الحسيمة. عاد بانت لهم امريكان شو يجيبوا لنا شي مستثمرين منها وما نعرفش نبان لهم عاود ثانية من نسر ويسرى. سمحوا لي ما يمكنش نخلطوا شعبان مع رمضان. ماشي معقول يكونوا الاحزاب كلهم بحال بحال. لاحظ بعد 100 في الازمه ديال 20 فبراير وقف الوقفه ديال الرجال وساند بلاده وساند الملكية والشعب اعترف له وصوت عليه وجينا احنا الاولين وجبنا 125 نائب برلماني والثاني جاب 60 وترأسنا الحكومة الحمد لله بطريقة مشرفة شرب لنا بها جلالة الملك قبل شهور مناسبة الإعفاء ديالي عن خدمة الوطن بتجرد عن خدمة الوطن بكفاءة عن خدمة الوطن بالطريقة التي قالها جلالة الملك والتي وأقولها بكل افتخار وبكل اعتزاز
أراها في وجه كافة المواطنين الذين يلتقون بي ويتعرفون علي ويحيونني دائما. معليش معليش إلا بغاو ينكروا هذا الشيء كامل. أنا مشيت الحمد لله مرفوع الرأس. الله يخليكم. أنا الحمد لله مشيت الإخوان ديالي مرفوع الرأس. وأقول لكم واحد القضية، ما تبقوش شاطنين بالكم بالتخربيط. رانا ما زلت حيا أرزق، وفين ما كنت راني غادي نقوم بالدور ديالي. ما تخلعوش ولا ما بقيتش. إلا جاب الله شيء مما يقع للناس، أنا العمل ديالي علاش جيت لعندكم اليوم؟ باش نقول لكم بلي انا كنشوف راسي فيكم كاملين واحدا واحدا. والدليل كل ابناء العدالة والتنمية مطالبون ان يكونوا مثلي او احسن مني، لان ماشي القضية قضية ماتش ديال الكرة غنربحوه، قضية قضية إصلاح بلد ووطن وكرامة يجب أن ترجع للمواطن. رجعوا للخطاب ديال جلالة الملك وسمعوا منه مباشرة. التنمية البشرية اللي خسرنا عليها ملايير الدراهم من 2005 لدابا ما عطاتش النتائج اللي كنا كنتمناها. الإدارة ما كتقومش بالدور ديالها بالشكل المطلوب. الأحزاب السياسية بعضها يتلاعب. احنا كنهنيو السي سعد باش يكون رئيس ديال الحكومة، لكن علاش 5 شهور ديال البلوكاج؟ علاش دابا ما يتفتحش شي تحقيق باش نعرفوا علاش هذا البلوكاج تفتح غير تحقيق في الأوراش؟ تعطي البلد بكامله ما خصوش تحقيق؟ تعرف علاش؟ علاش 5 شهور ديال البلوكاج؟ شكون المسؤول في هذه الأحزاب السياسية؟ من جمعها على كلمة واحدة تصر على أن تدخل معنا طرفا كان يدعى أنه سوف يناصرنا في القضية ديال الوحدة الترابية وإذا بهم ما تيقدوش يدافعوا علينا حتى مع الشبيبة ديال العالم ديال الاشتراكيين؟ اش هذا الكلام؟ هاد الشيء اللي وصلنا لهاد الشيء اللي احنا فيه، هاد اللعب والتلاعب والكلام الفاضي. قال سيدي ما يشاركش حزب الاستقلال، وحزب الاستقلال حزب تربطنا به 1000 رابطة ورابطة، وهو اقرب الاحزاب الينا. قلنا لا ما يمكنش، حتى وقع الخطأ ديال موريتانيا قلنا واخا شي بس ما كاين، هذا مبرر نتنازلوا به. وكان استسمح حزب الاستقلال إلا كان بقى فيهم الحل، كان استسمحهم باش ما نقولش كان اعتذر اليوم. جا قال لك الرئيس ديال البرلمان لا بده يكون من الحزب اللي جايب 20 ولا 19 ولا 21 ولا ما عرفت شحال. واش هذا الشيء بغاوني نسكت عليه؟ هذا التاريخ، والتاريخ عنيد. قلنا سيدي قضية ديالنا وسيدنا في اثيوبيا اللي يطلبها سيدنا هي الاولى، خص القانون يدوز، وباش يدوز القانون خص الرئيس يكون من الحزب. احنا ما عندنا حتى حاجه ضد السي الملكي صديق ديالنا،
ما عندنا حتى شي حاجه ضده، ولكن ماشي معقول سنه الله في خلقه ان الرئيس كيكون من الاغلبيه، ولا الاغلبيه كانت مقرره قبل ما نجي قبل ما يجي الرئيس. راه هادشي اللي تيقولوا شي وحدين، تيقولوا راه الخلاف وقع غير على شكون اللي يترأس البرلمان. ده هو التاريخ اللي غدا غيخرج. كيفاش نلعب في هادشي؟ وعاوتاني تنازلنا قلنا شي باس ما كاين بلادنا هادي، وشويه قال لك لا يدخل معاك الاتحاد الاشتراكي بزز. قلت لهم ما يدخلش. على كل حال انا ما غاديش نكون شاهد على هذا الامر. ومع ذلك العداله والتنميه تنازل وقبل باش يستمر باش ما يضيعش الاصلاحات باش واني احنا بكل صراحه كل صدق ما ظنيناش، خصوصا انا ما ظنيتش باللي ملي تنازلنا غادي يتفرض علينا بشكل او باخر وغيبقاو الاحزاب متمسكين بالشروط ديالهم. وين دابا هذا ولا ماضي، الماضي الاخوان ما تعاودوش تجبدوه. كاين شي حاجه مهمه اليوم هي الدكتور سعد الدين العثماني وعبد الاله بن كيران هنايا معكم بجوج باشكم تفهموا الرساله. ايوا طيب، والان ما العمل؟ حنا فهمنا وفهمتي بلي حنا واحد الدوله الحمد لله احسن من واحد العدد ديال الدول الاخرين، وكنا في واحد الوضع احسن بكثير. الان وقع اللي وقع، داز اللي داز، لا غير على مستوانا الشخصي احنا بشر يمكن يبقى فينا الحال. احنا بشر ماشي عندنا زايد نقص نكونوا في رئاسة الحكومة وفي الوزارات والسفارات ولا ما نكونوش، ماشي بحال اللي قلنا لكم هادشي ما تيقوناش، راه كنكذبوا عليكم. ولكن ماشي على هادشي جينا. جينا باش نصلحوا نساهموا في الاصلاح ديال الاوضاع ديال البلاد. جينا الشعب ديالنا شافنا دقق النظر، ما صوتش علينا حيت كنخلطوا الدين بالسياسه، ما صوتش علينا حيت كنتوضاو ولا كنصليو ولا كنصوموا ولا كنزكيو. المغاربه كلهم الحمد لله تيتوضاو ويصليو الا من ابى، وكلهم كيصوموا الا من ابى. صوت علينا لانه شافنا المرة الاولى والمرة الثانية والمرة الثالثة، اعطانا 1500 مستشار و50 جماعة في 2009 في 2015، ما ضبلها لناش برا، ما ضبلها لناش جوج، ضبلها لنا ثلاثة ديال المرات. انتقلنا من 1500 مستشار ل 5000 مستشار، من 50 جماعة ل 200 جماعة. واش هاد الشعب ما صالحش؟ واش ما كيفهمش هاد اهل فاس علاش صوتوا على المولى ادريس؟ راه شريف، راه ادريسي الازمي، علاش صوتوا عليه؟ علاش صوتوا عليه؟ حيت شافوا فيه ترجاو فيه الخير، وهذه عامين وهو معاهم وكيحاول وكيصلح وكيشوفوا بعينيهم. علاش صوتوا عليه بالاغلبيه المطلقه ماشي الاغلبيه النسبيه؟ علاش صوتوا الدار البيضاء؟ طيب واش دابا فاس اللي فيها ربما مليون ديال الساكنه، واش يعني مدوخين حتى 5 ملايين ديال البيضاوه مدوخين؟ ياك يقولوا بيضاوه قافزين، ايوا كيفاش؟ علاش صوتوا بالاغلبيه؟ عندهم 12 مقاطعه على 16 وعندهم الاغلبيه، علاش؟ علاش صوتوا على اكادير الاغلبيه المطلقه؟
على صوتوا علينا في طنجة بالأغلبية المطلقة وزيد 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 ومكناس وغيرها وغيرها. ما كنقول لكمش حنا يا ملائكة ما لا أقول هذا، ولكن الحمد لله لم يثبت علينا أننا وضعنا يدنا في مال الله ولا في مال الشعب ولا في مال الجماعات. وكم حوربنا، شحال العراقيل تضعت لنا والأموال ديال الجماعات تحجزت لنا والمشاكل وقعت لنا، ومع ذلك تنصبروا ونسلكوا ونقضيوا ونقنعوا والمداخل ديال الجماعات ديالنا تحسنات من عند الناس لأنهم تاقوا الحمد لله وباقين غاديين. الإصلاح ما كيجيش الإخوان مرة واحدة. تصور دابا شي واحد دخل لواحد المدينة بحال هذه وبقى فيها واحد العدد ديال السنوات وما كانش عنده الغرض بالإصلاح وربما الإفساد، شحال ديال الوقت خصك انت باش تصلح داك الشيء اللي فسدو؟ إلا فسد هو عام خصك انت 5 سنين باش تصلح، ولا فسد عامين خصك تصلحهم في 10 سنين. الإصلاح صعيب، انتم كتعرفوا الإصلاح في الديور ديالكم شحال كيدي ديال الوقت وكيدي ديال الجهد، راه بحال 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 الإصلاح بحال الإصلاح. على هذا الشيء الناس صوتوا على العدالة الوطنية، شافوها وعرفوها، شافوها في الأمين العام ديالها، شافوها في الأمانة العامة ديالها، شافوها في رؤساء الجماعات، شافوها في المسؤولين المحليين الإقليميين الجهويين، شافوها 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 عجبتهم. اش نديروا لهم؟ قولوا للناس ما تصوتوش علينا الله يرحم باكم، شي وحدين ما باغينش. ودازت الانتخابات ديال 2015 وجايه 2016 وشعرنا باللي الدنيا كتغلي، والاستعدادات وتغيير الرئيس ديال البام وما نعرف شنو، تنسمعوا على اموال خياليه بالملايير بالملايير كتجمع من هنا ومن هنا لليوم الموعود باش نقضيو على العداله والتنميه وما عاودش يرجع الحكومه. وهنالك من قال لي انهم كانوا متوجهين لشي وفد وكان معاهم واحد قريب من الرئيس ديال البام، قال لهم احنا غنكونوا تما وهو غيكون كيكون الحكومه هنا، وبدا كيطير في المغرب بلا رخصه وكتفتحلو الصالونات ديال الشرف على انه هو الرئيس ديال الحكومه. ما فراسوش واحد القضيه كيقولوها الرهبان، الرهبان كيقولوا كي غونتر با سور كاردينال. هذوك غنشرح لكم بالعربيه ما كاين مشكل. بغيتي وكاع بالشمحه راه الدكتور زاد الدين هنايا مستعد يشرح لكم. قال لهم هذوك تيجيو الكراديلا ديال الكنيسه الكاثوليكيه باش يختاروا لو باب اللي كيموت واحد ولكن ما كيبقاش قادر باش يسير. واحد العدد منهم كيحلموا يدخلوا والنقاش يؤدي انه يختاروا كبابا، في الغالب تيكون شي واحد اللي ما كان حتى واحد كينتظروا. فصارت هذه المحله اللي دخل وهو ناوي يولي بابا تيخرج كاردينال، اللي كان عوال وضامن ودير في جيبه انه غيكون رئيس ديال الحكومه صحيح دم يوجوج انا بعدا دم يوجوج يلا كيبان لي فيهم جوج مع داك الميه فين مشاو يلا جوج اللي كيبانوا لي كيبان لي وهبي وكيبان لي واحد قميصات ولا ما عرف والناس شنو هادو اللي كيبانوا لي ديال اخرين ما عرفتوش منين جاو ما عرفتوش فين مشاو داروا لي مسيرة قال هذه المسيرة غيخرجوا بها عبد الله بن كنان من الصحراء. وهذيك المسيرة بالمناسبة ما طلبتش الرخصة وما معروفش شكون المسؤول عليها اليوم استشفت فيها تاهي التحقيق تاهي استشفت فيها التحقيق. قلت راه إلا جينا للتحقيقات راه ما نسالين هل البيان ديال خدام الدولة، هل البيان ديال الخارجيه، البيان ديال حنا غير ساكتين وكنشوفوا. واش زعما حنا بلادنا ما كنفهموش؟ ويني بلادنا اش غدير؟ قالوا لها الزيتونه علاش كتاكلوا العصا؟ قالت لهم على ولادي
إذا كانت الزيتونة كتاكل العصا على ولادها حنا ما ناكلوش العصا على بلادنا. دابا خوتي لا في العقاب كل شيء باين، ما العمل بغينا نردو مع عجلة الملك كفى باركة من التخلوي. هاد الشيء عنده مهندسين، كلشي كيفهم، ماشي ضروري تحصل. المغاربة راه كيشموا من بعيد. إلا بغينا المستقبل، بغينا أحزاب سياسية توقف في الوقت ديال الشدة. دخلت عليكم بالله، هادشي اللي وقع في الحسيمة تيقطع القلب. حنا خوتنا الحسيمة، خوتنا والناس ديال الأمن اللي مشاو باش يحافظوا على الأمن وعلى النظام، خوتنا. وكنحييهم وكنهنيوهم بالتهنئة ديال جلالة الملك، وما بغيناش هادشي يوقع في بلادنا. ويسمحوا لي انا كنطلب من جلاله الملك الصلاحيات ديالو الامكانيات ديالو يوضع حد لهذا المشكل ديال الحسيمه. يمكن له يدير هادشي، هو اللي يعرف كيفاش يدير. ما عندنا ما نديرو ملي كتحرف لينا كنرجعو لجلاله الملك. ما يمكنلوش يواخذ علينا هذه القضيه هذه. هادشي علاش داروا الله تما، ولكن لو كان العدل والتنمية هو اللي كيترقص هذيك المنطقة كلها، هي بحال اللي البام كيترقص وقع فيها هذا الشيء. اش كان غيوقع لهذا العدل والتنمية؟ كملوا من ريوسكم، خلينا نكونوا صراحة. يمكن كاين تأخر في بعض الأمور، يمكن، ولكن خصنا نتفاهموا. المستقبل ما غيتبنى الا بالمعقول والجديه. الاحزاب السياسيه خصها تحزب راسها من الداخل، وحنا كحزب العداله والتنميه مطالبون باش نحزبوا راسنا من الداخل. ولكن الناس اللي مولفين كيدخلوا بركه. الاحزاب السياسيه خصها الحريه، الأحزاب السياسية خصها الاستقلالية. عنترة بن شداد ملي جا العدو كيهجم على القبيلة ديالو قال له باه نوض تحارب مع القبيلة ديالو، قال له أنا غير عبد، العبد ما كيحسنش الحرب والقتال، لا يحسن الا الجر اضطر اظن. قال له كر وانت حر، قال الان انا عبد. اللي رد حر هو يركب على العود ديالو ومشى كيقاتل الخصم ديالو حتى انتصر عليه. اذا كان الانسان خايف بحال اللي كيخاف العبد، ما قدرش يقول الراي ديالو، ما قدرش يختار الرئيس ديالو. والله العظيم 2008 اللي مشينا للانتخابات ما كنت عارف شكون اللي غادي يطلع، واش انا ولا سام. بل في 2012 سيبها الى اخر لحظه، جاو قالوا له راه انت الانتخابات السابقه، قال له ما كاينش الدور الثاني، قالوا لا،
قلت شكون يطلع سعد بلال؟ يطلع هو يطلع هو عبد الله 2008. لا ما كانش الحريه وما كانش الاستقلاليه ما كاين والو. خصنا نراجعوا انفسنا ولا قصد الامر نراجعوا الدستور ديالنا، نراجعوا الدستور ديالنا باش نعرفوا بالضبط شكون المسؤول على شكون وشكون كيتكلم مع شكون. هذه هي الحقيقة، وهذه الحقيقة هذه اليوم الإخوان أنا جيت لعندكم كأمين عام ديالكم، بغيت نقول لكم ما تبقاوش تقولوا الولاية الثالثة ولا الرابعة ولا السبعين، هذا المستقبل في المجلس الوطني غيناقشوه الناس إلا بغاو يناقشوه. بغيتكم تكونوا كلكم دايرين في البال ديالكم تقوموا باللازم باش العداله والتنميه على الاقل يقوم بالواجب باش البلاد يبقى الراس ديالها مرفوع الى الابد باش نتجاوزوا المشاكل اللي عندنا اليوم، نتجاوزوا المشاكل اللي بدون شك غتكون عندنا غدا وكل مشكل نخرجوا منه اقوى من المرحله السابقه. هذا هو الطريق وهو قاسي ولكن لا بد من الصبر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. تحية للأخ الأمين العام الأستاذ عبد الله بن كيران، يحضر بيننا وفود شبابية من القطر العربي. أطلب من الإخوة، أطلب من الضيوف، أطلب من الوفود الشبابية الالتحاق بالمنصة ونشكر لهم مبادرتهم في إطار إعطاء هدية للدكتور سعد الدين العتماني رئيس الحكومة المغربية. فلتتفضل الوفود الشبابية إلى المنصة. نتمنى من الوفود الشبابية أن تتفضل المنصة. الوفود الشبابية فلتلتحق بالمنصة. نرجو من اللجنة المنظمة أن تسمح للوفود الشبابية التحاق بالمنصة. ضيوفنا من تونس، الجزائر، ليبيا، موريتانيا، الأردن. نطلب من الوفود الشبابية الالتحاق بالمنصة. صافي صافي صافي.